السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وكتاب كأني صلاح المجتمع وفرد كأني صديحي الطبنات وحينو كقاذينا حديث كاكو إيا اللحدن دور هبين أدو دور وانكلم مقنين الحديث 61 حديث كاكو إيا اللحدن عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم نبي وقال وحوري يسروا فضودايا ولا تعسروا ها عسلينينا فضايديا ها عسلينينا كتاب كورانا قصة مرحبا في الياكي وراء بغلقا وبشروا وبشاريا داتك ولا تنفروا حديدينينا داتك بارك حديث كحوت المامية إني مارت يسري دتك تفاول بنبي وحديث قال غش شاهد إني دتك يسري لو وياه الدين توي فضي تاعي أن لو عسلاينن معناه هذا ما إن لو جت نازل يو أو حشر عادوا أي شات قفك ولو شيء لكن أدعو بالحكمة والموعظة الحسنة يا يدنا لو وياه يا مركا بيلا بضم من علماء البخاري حديث كان قال يا كتاب العلم وقال يا كتاب المغازي وقال يا كتاب الأدب وقال يا آدابتين مركا كتمتها هي دعوة مركا اللي قد بنيو مرك هدان كعلنا الحديث 61 حديث كوي لحدن عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم نبي قال وحور يسروا فضودايا ولا تعسروا ها عسلينينا وبشروا وبشاريا داتكو ولا تنفروا ها ديدينينا وها فيتينينا أي نبي عليه الصلاة والسلام لي رواه البخاري ومسلم حديث كحق الحديث 62 عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال صحابي وحور أبي سعيد قال رجل نمبا وحوري أي الناس أفضل يا رسول الله نمبا رسولك ويدي وحولي هي أي الناس ذاتك كيبا أفضل وغفض البدن يا رسول الله رسولك الله قال عليه الصلاة والسلام وحوري مؤمن المؤمن يجاهد كدك علمي بنفسه نفتيسة وماله مالكيسة في سبيل الله وضضأل قال هدنا ننك وحور ثم من محاك وحيقة قال عليه الصلاة والسلام وحور رسولك ثم رجول ننباك وحيقة معتزل كده راضي ضدك وده راضي كده راضي في الشعب مالها قلها شعب كحليا مالها بورها دحوضي قلها قل قش لي هذا في الشعب من الشعاب قل قلها كمده يعبده وكعبد يا ربه ربك وفي رواية يتق الله الله وكعب سنيو ويدعو كلتغي الناس دتك من شره شركي سو كلتغيو رواه البخاري ومسلم حديث كلاوة فقرو تلمامي نبي عليه الصلاة والسلام كورو حكوش يقف مجاهد ومال كيسي نفتيس كنت قلمي كان دمنا وحكاها الله يا عمنا بقى قيبت فقرة دمنا ويسعاش الدنباء قف مارت دتك كتنا إرادي وقل من قلها كمدها meelaha buuraha dhaxdoodo gosha la yiraahdo gol gosha golahaas kamidda meelaha ilaahay ku caabudi marka hadaan ku cilinaa nabi saciid ibn khudri radiyallahu ta'ala anhu qala wuxuu saxaabu qala rajulun nimba wuxuu ay naasi afdalu ya rasulullah dadka ka ugu fadl badan qala rasuulku wuxuu yiri mu'minun nin mu'min oo yujaahidu dagaalamaya in nafsi naftiisa ku dagaalamaya wa maali maalkiisa fi sabilillah qala ninka wuxuu yiri thumma man maxaa ku xiga rasuulka allah qala wuxuu yiri thumma rajulun nimba ku xiga معتزل ديرادي في شعب قل أو من الشعاب قلها كمذا يعبد وكعبد يا ربه ربك وفي رواية يتق الله الله وكعب سنه مركو فتن كو ايبتان ميلها قلو مارت ميل الله كعبد ويدعو كالتغي الناس ضدكنا كالتغي من شره شركي سنة ضدك كالت ديرادي كاسا وفضل البضن بورنه عليه الصلاة والسلام حديث كحو اللحذن يسدع الحديث اللحذن يسدع الحديث 63 عن سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه قال سعد وحوري إني أنيقو سعد باوحولي إني أنيقو لأول العربي عربنك وغوه الرئيبانهي رمى طوري بسهم ليب يفلار في سبيل الله وضد ألا قده سكو طوري نك وغوه الرئي جهات كتورا ليب هي فلاد أيان هاي بوليس عابق رضي الله تعالى مركاس وحكاش يكين يعني نولش ساهيد يهي وساسا ولقد والله يكنا وحنا هين بويل نغزوك ودوليا وجهات ودوليا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولك معيسى ما لنا نوما هان
طعام عنت الله عننا آنن هيسنين نأكله وحن عننا إلا معناه ما لنا نومها أن طعام عنت نأكله عن عنه ما لنا نومها أن طعام عنت نأكله عن عنه إلا ورقة الحب إلا ورقة الحبلة وهذا السمر إلا ورقة الحبلة جيدة حبلة اللي راه على أنت هذا إيه وهذا السمر جيد كان إستغنى سنة وجيد مجعي هذا جبك يسيدها سبو دوي يقول سيدري جبك اللي يشتري لكن ولا بجيد ونو كان مرك وحلو سعب يقول له وراء إلا ورقة الحبلة جيدة حبلة اللي راه على ما هذا إيه وهذا السمر جيت كان سمر كلي هذا وراقه هذه علامة ذا عني إني مركز سحر ذي سيبو كشيء كان سحاب وحلاه حتى إنه شأني حتى إن أحدنا إنه شأني أنت مخففة من الثقيل حتى إن أحدنا إنه شأني أحدنا إن أحدنا عن راه حتى إن أحدنا قد قف النجن نجمدها لا يضعه سحرون شري أو ليجي شري كما تضع سيدي أدكتو الشاتة نافك أريغا ما له إساغون لهين خلطة وحده هاي يعني أريغو مركو داقو دوغ يعقارك سيدي سالة ديسو أي معناها عقارو تاي سيدا سوكالان على يميه أن عنيني أي سحرانا النقطة بولي هايو سحرانا نادي سيدا من نف أريغا تاسو كالان نقطة إيادو وحبت لي هنو سيدا سوكالان نافك أريغا مركا يو جهاد كجرة وحدال كا كغران ايسا معيشه اصحاب رضوان الله عليهم وحد كغران ايسا يغو جهاد كره جره سيده اي اهايان يو نولوشودي ددكو مانت يغو دركسن باي marka hadlayaan oo leeyahay bye bye marka hadan ku xigna hadith athalith wa sittun an sa'd bin abi waqas wa 10 mubashirin bil janna an sa'd bin abi waqas radiyallahu ta'ala anhu qala inni ani wal awwal al arabi arab mitki ugu horeeyay baan kamid ayaan ahay awwal al arabi rama bi sahmin fi sabilillah wadada al kuturay oo ku ganay جهاد ليب يا فلاد ولقد والله كنا وحنا بوليه نغزو كودولي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم النبي عيسى ما لنا نوما هان طعام عنتن ناكله ان انه وعنتن عنا ما لنا هيسنين الا ورقه الحبله على انت جيت كحبله اللي يراهو اي وهذا السمر جيت كان سمر كلي يراهو حبله يا سمر ولا وجد حتى ان احدنا بوليه مد انغا نغمد لا يلا و سالون جرو دغي جري كما تطلع سيدي ودكت اشاطه تنف قاريغا ما له يدون سحرادن اين لهين خلط وحكلو ديها وسيده نف قاريغو كلا الحديث الرابع والستون حديث كلحدن يافر عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال ابو هريره قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول كوري ثلاث صدح لا يكلمهم الله الله لما هل يوم القيامه ما لين تقيامه ولا يندر اليهم الا رحرتكم فيرنيو ولا يزكيهم مطهريو ولهم وحيلين سدح ذا عذاب عذاب أليم أدرا ككوباد رجل نوي على فضل ماء بيزيادة كركوت كوهي سبيل فلات ملك سحراء وبهجوية وانبيا لهين يمنعه وديدتك وديديو من ابن السبيل قفك مسافرك بيكر ديرات باهدي سايوكو هي سادتك مسافر كان وديديا كالباد نوحوي ورجل نوي بايع لم بايع عضي رجل ننكل بسلعة بديعة لم بايع عضي وكقطو بعد العصر سلاة عصر كدب فخلف ugu dhaartay ki dukaanka laaba ku dhaartay lahu ninkii ugu dhaarnay waxa ka gadanayay billahi allo ugu dhaartay la akhadaha in badacadu uu ku soo qaatay ugu fadhido bikada wakada ayu ku dhaartay fasaddaqahu uharumay ki ka gadanayay wa huwa kan dhaarna ala gairi dalika wuxuu ku dhaartay waxaan hayn oo beena ayu ku dhaarto run kama aha kaan wakiil labaad ka saddexaadna warajulun way baayac leh heshiyay oo gacan qaaday imaaman imaam لا يبايعه كل مبايعون ما هي إلا الدنيا الدنيا بكل شيء شين فإن أعطاه هدوسي منها من الدنيا الدنيا دي وفى بلنت وأوف وإن لم يعطيه هدون سين منها من الدنيا الدنيا دينا لم يفي بلنت وأوف ما هي رواه البخاري ومسلم برك حديث كان صدح ذا سوق أهل النبي عليه الصلاة والسلام وحين تلمام يصدح ذا مركب موقف كأيتايو مذو بي زيادة كوهي سمال سحراء isagaan maaratay ka badan yihiin ka dadka oo u diiday nabigu waa macnaa waa ku dhaartay oo nabigu wuxuu tilmaamay inay markaa la una la hadlaynin kalabaadna wuxuu ahaan badeeca been ku dhaartay dugaagiisa badal asr oo qofkii ka gadanayay uu rumeyay asagoo beenaalaha ka saddexaadna wuxuu ahaan imaam la mubaayacooday adduunyo ku leeshiyay markuu siyana raali u noqon marka kalena uu kaga baxayaa ilaa ilaahay wuxuu leeyahay wa ufu bil ahdi innal ahda kana mas'ulan
الحديث 65 حديث كا لحدن يشن عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم نبي قال وحري لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا سفرة. رواه البخاري ومسلم. حديث كان النبي عليه الصلاة والسلام حكى له اللي وحاول وحياه ودك باسيستان أو باسي باسيسي وحياه اللي هذا أي نبي قال كان عليه الصلاة والسلام وكدي دي مركب أبو هريرة وحري النبي وحري لا عدوى يسجد بالمشرتو أو عذر عذر ليس قد بيا متشره هو كي حديث آخر كيس هنجر إن معناها عربي ويري معناها هشان مارت بعديها جوكت معناها إبنان كتاجن معناها عذر كان كل عيسيدا معناها محاي تا مركا سو نبوا كويدين تري محا مدي هرية وقد بيا سؤالك ما كان مركا قدرك على وي لا عدوى يسو قد بين متشرته ولا طيارة باسيسين متشره باسيسي وتشاوم كو معناها وحين وقفك معناها او وحبا سيستو او طيارة دي ولي ما دو يدنا ماها او طيارة دو مركو حوية وقفك انو وحبا سيستو ولا طيارة با سيسين متشرو ولا هامة قوميسين متشرو هامة وحوا شمبر كان مارد سومالي دا قوميسي تيراهدو كاسين او با سيسين تيرانو تشاوم اي وحبا شيغ تيرانو مركو حيدي تيرا اما الروح دا دادك وقفك اللي ديلي اما وحيدي تيران معناها هو با سيسين تيران ولا هامة ولا سفر بشا سفر مجرتو معنى ماها سيداد أبا سيسان إيسان وسفر رمارك وحيديه جيرين إيادان ويبا سيسان جيرين إسلام كنا وار ريبي ويمر وابا سيسان جيرين سومالي وكديه جيرتين أربعة بلو قدام بيسلامي قوريو وابشي سفري وحا مارك تاسو نبو طوري يا مارك مارك هدان كعلنا عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم نبو قال وحوري لا عدوى إسو قد بن مجر مارك إن لغا هرتغو وعذرك كهرتغ معناها سيدا هدا كارنتير كوغلا ده شرع عليه السلام كوغشاي وحديثك آخر كيس أي نبي وكل شيء يو تلمامي ورواية حكم ذهيد وفر من المجدوم كما تفر من الأسد معناه عذرك كعرر جودام كل يلا هذو سيدا ضوقة عذر رئيس معناه لباحه كلا لكن وحلقها اللي اعتقاد في إيمان كأسل كهذو الددالة هذا نوح حدوك وضعه إلهي إنه كان وي بركة دانك عنا أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم النبي قال وحر لا عدوى يسجد بالمشيرته ولا طيارة باسيسنا متشرو ولا هامة معناها شمبركا قوميست اللي لهذا ورأس مدح هذا أيام معناها اللي قلت المهام تشرو معناها وحال ليه تشرو وحال مدح هو هامة اسم طائر يطير بالليل بل ليه تشرو سلاسة كتب ترمى هبين كي وريق أو قيلي أو مركا سيداتكو مركو قرو وكود دقائي وحال ليه هذا يدنا متشرتو ولا سفر بشا سفر وحدي بها مكين يسي يدنا تشاؤم ماله ويرواه البخاري ومسلم han soo celinay marka hadiiska aanu ka soo bilownay la hadithu al hadi wa 60 hadis koow lixdan ana Anas ibn Malik radhiyallahu ta'ala anhu ani nabi sallallahu alayhi wasallam nabigu qaal wuxuu yasiru fududaya wala tu'siru usleenina wa bashiru bisharaya wala tunfiru dadka hadidinina al hadithu al 66 hadis ka lixdan laba ana bi sa'id al khudri radhiyallahu ta'ala anhu qaala wuxuu sahabi wuxuu qaala rajul nimba wuxuu ayu an-nas afdalu ya rasul allah dadka ya ugu fadli badan رسولك الله قال وحور مؤمن قف مؤمن يجاهد دغالميا بنفسه نفسه وماله مالك في سبيل الله قال انك وحور ثم من ما خا قال عليه الصلاه والسلام وحور ثم رجل من معتزل ديرادي في شعب قل ومن الشعاب قلها كمده يعبد وكعبد ربه ربي وفي روايه يتقي الله الله كعبسنيو ويدعو كل دغ يا الناس ددك من شر شر كيسا رواه البخاري حديث كل إحدى يصدع عن سعيد عن سعيد عن سعد بن عن سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه قال سعد وحور إني أنيق لأول العرب عربنك أوه ريبنا هي رمات ورب سهم فلار في سبيل الله ولقد والله كنا وحنا نغزوك ودولا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم النبي عيسى أيان جهاد وراعي جرون دولي جري ما لنا وما هان طعام عنتو نأكله أن عنه إلا ورقة الحبلة جيتك حبلة اللي قال علي تيسا إيه وهذا السمر جيت كان سمر كله يراه حتى إن أحدنا مد النجا لم مدها بديشر حتى إن أحدنا مد النجا نجا مدها لا يضع حسالون شري أو دقي شري كما تضع سيدا أصالة تو أدكتو الشاتة تنافق عريقة ما له يضن وهاين خلقة وحدة هاي أسحر بن آدم بما ينهاي وحن دقي شري عريقة أو كلا سحر دي سأيان دقي شري بولي هاي إلا العلامة عنيه رواه البخاري ومسلم الحديث 64 حديث كالحدن يأفر عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث سدح لا يكلمهم الله الله ما هل يوم القيامة ما لنت القيامة
ولا ينظر إليهم صدح لاس الرحمة ذات ولا يزكيهم مطهيرا ولهم وحيليه عذاب عذاب أليم أو كلل كو وحاوي رجل نن على فضل ماء بيض ديرادا كوهيستا بالفلات ميلبه قويا ويمنعه وديدي من ابن السبيل ابن السبيل كما انت باره جرى إنه حديث كان قفو آد أم العسدوية بيض ديرادا دوهيستو دادك إنو ورابيه وي دادك ما انت قاربا كتجاريو ليه بيسكاك عسوه كدرك لكن إنو مركة دادك ورابيه وي ورجل نن ويبايع إيبيي معناها رجل نن كانوا كيبي بسلعة بديعو بعد العصر صلاة عصر كقذا الكذب فحلف ودارتي له ننكي بدعاده كغدني بالله الله او غدارتي لا اخذها ان وكسو قاطي او غفدده بدعاده بكذا وكذا انتاس يغو فدده فصدقه ورميي كي كغدني وهو كان دارنا على غير ذلك بان ايو كدارنا يا غير ذلك كصدحنا ورجل ني ويبايع له شيء اماما نين مدحوينه لا يبايعه كلما ما يعوني الا الدنيا الدنيا وسيده ما انت اسكتهي فإن أعطاه دوسي منها من الدنيا الدنيا دي وفى وهو في دنيا وإن لم يعطيها دوسي منها من الدنيا الدنيا دي لم يفي أم أوفنيو الحديث 65 حديث كنا قدما يا عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم وقال الحر لا عدوى يسجد بن مشرته وشرك يغفل إلى الهبل معنى يسجد بن كان يوحى بدك تاس ونبي دي لا عدوى يسجد بن مشرته ولا طيارة باسيسنا مشره وقفوا شركة بنقنوا وشركة وحياة الله قاعد الروي ولا طيارة إيه وحلا باسيستنا معها ولا هامة جوميسنا متشرتوا وشمبر مدحية ولا سفرة سفر متشرتوا بيش السفرة وحب دبا أو يض أو يلاه أو باسيسة ما لها وأربعة بالأربعة ده ما يصير بعدي دي تريو وحياة الله شركة وردم بحديث كديدي ولا سفرة بيش السفر متشرتوا وحب الله ما باسيسته وحوي بله إلهي كم ذا هو يروه البخاري ومسلم ألقى سمود للساقنا وجزاكم الله حسن استماعكم والسلام عليكم ورحمة الله